سلمى، رغم كل ظروف الحرب على سوريا، إلا أن الكادر الطبي في سوريا كان دائما رديفا أساسيا للجيش العربي السوري وانتصاراته على مدار سنوات الحرب التي مرت على البلد، بل وقدم الكثير من التضحيات ليكون منارة للأجيال القادمة ويستهملون أو يمنحون بناء سوريا متجددة. أكيد، ومن تفاصيل هالمشهد كان لابد من تطوير الآليات في العمل الطبي ومواكبته لجميع التطورات العالمية، فلم تقف سوريا مكتوفة الأيدي خلال الحرب عليها والحصار الاقتصادي المفروض، بل على العكس كانت دافعا لإثبات نفسها وكوادرها. وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع بصيرنا يكون معنا اليوم بصباحنا غير الدكتور جابر إبراهيم، مدير عام مشفى الأسد الجامعي. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. أسعد الله صباحكم. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. يمكن مثل ما قلنا بالمقدمة، دائما الطب أو الكوادر الطبية كانت رديف للجيش العربي السوري في ظل ظروف الحرب اللي عم نعيشها، ما توقفت أبدا، بالعكس كانت في جهود مضاعفة، في مسؤولية كبيرة. يوم أمس قمتوا يمكن بتكريم عدد من ذوي الشهداء للكوادر الطبية، لأنه مثل ما الجيش العربي السوري قدم الكثير من الشهداء، في كثير من الشهداء من جميع القطاعات خلال الحرب على سوريا. خلينا نحكي عن هيدا التكريم، أهميته اليوم. أسرة مشفى الأسد الجامعي بتعرفي أسرة، يعني في منا عاملين وموظفين بلشوا عملهم من بداية تأسيس المشفى وهم عبارة عن أسرة واحدة، والحقيقة حتى بعض أطفالهم وأولادهم ورثوا هذه المهن وعملوا أيضا في المشفى. انطلاقا من حس الإدارة بواجب تكريم هؤلاء العمال، وانطلاقا بواجبها في الحقيقة أن تكون سند لهؤلاء العمال الذين قدموا الغالي والرخيص، قدموا أولادهم وفلذات أكبادهم فداء للوطن، وكانوا يعني مثالا في التضحية، مثالا في العطاء. فهؤلاء العمال العاملين في مشفى الأسد الجامعي كغيرهم من كل فئات هذا الوطن، من جميع القطاعات، من جميع جماهير الشعب، الحقيقة لم يقصروا. فهم عملوا على صعيدين، على صعيد تقديم الخدمة الطبية المهنية لجرحى الجيش والقوات المسلحة، للمرضى العاديين من أبناء شعبنا، وطوروا من إمكانياتهم في هذا المجال. بتعرفي رغم لما الحصار الجائر الذي فرض في سياق هذه الحرب الإرهابية الكونية التي تشن على سوريا، من آثار على بنانا التحتية على مستوى الحفاظ على صيانة الأجهزة الطبية، على بعض المستوردات من المواد الطبية التي لم تسلم أيضا من حقيقة من هذا الحصار الجائر، وذلك يعني في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية التي تحفظ الحفاظ على الحياة الطبية والإنسانية والدوائية لكل الشعب السوري. نعم. يعني دكتور جابر، كمان على هامش التكريم قمتم امبارح بافتتاح عدد من المشاريع التطويرية للخدمات الطبية، يعني رغم ظروف الحرب أيضا هناك تطور علمي تواكبونه، نحكي عن هاي المشاريع اللي تم افتتاح. طبعا يعني احنا كنت حابب كبس ضوي شوي على موضوع التكريم. موضوع التكريم الحقيقة مهما بذلنا ومهما أعطينا لن نفي هؤلاء العمال في مشفى الأسد الجامعي حقهم. مثل ما قلت لك، يعني هم ناضلوا على مستويين، مستوى العمل ضمن المشفى، وحتى لم يبخلوا بأولادهم وبأنفسهم. جزء من هؤلاء الشهداء من تربى في حضانة المشفى، ومن تعلم أحرفه الأولى وخط خطواته الأولى في حضانة هذا المشفى. وبالتالي نحن كأسرة، أسرة مشفى الأسد الجامعي، يعني أسرة متكافلة متضامنة، وترى هذا الموضوع في جزء من أولوياتها وجزء من مهامها لإظهار المساندة والتكاتف والتضامن والدعم لهؤلاء الأسر. بالنسبة لموضوع المشاريع المقدمة ضمن مشفى الأسد الجامعي، الحقيقة نحن كإدارة نعمل على خطين، الخط ما يسمى بالخط الإسعافي والخط الاستراتيجي. الإسعافي هي صيانة كافة البنى والتجهيزات الطبية ضمن المشفى، من بنى تحتية من وتأمين المواد اللازمة لعملية التطبيب في مجال الصحة والعمليات الجراحية والوسائل التشخيصية الأخرى كمخبر وأشعة. وأيضا لم نقف عند المشاريع الاستراتيجية وخاصة ما فرضته الأزمة. أنتم بتعرفوا خلال الأزمة لاحظنا في عنا أزمة وقود، في عنا أزمة أكسجين، أزمة مياه. هذول الأمور الثلاثة التي تؤثر على المرضى وعلى حياتهم،
تشكل خطر على حياة المرضى الموجودين ضمن المشفى الأسد الجامعي. فبالتالي كان التوجه لدى الحكومة ولدى إدارة المشفى الحقيقة لتعويض النقص في هذه المجالات. فكان يعني التوجه الأول نحو بناء محطة أكسجين، وبالتالي هذه المحطة تزود المشفى اللي هو عبارة عن 650 سرير بكافة احتياجاته من الأكسجين، سواء في العمليات، في العناية، في شعب المرضى، في العيادات، وأيضا تفي بالتوسع الذي سيقام لاحقا اللي هو حوالي 250 سرير، وبذلك سوف يصبح مشفى الأسد الجامعي من أكبر المشافي في الشرق الأوسط ومن أكثرها تطورا. وهي يمكن نقطة كتير مهمة دكتور، لما عم نقول يمكن إيجاد محطة لتوليد الأكسجين في مشفى الأسد الجامعي، وإنه يكون مشفى على مستوى الشرق الأوسط في ظل ظروف الحرب اللي عم نعيشها والحصار الاقتصادي. صحيح. إحنا عم نلاقي حلول بديلة، يعني لما يكون في محطة لتوليد أكسجين بسبب الحصار أنت لا فيك تستورد ولا فيك تاخد قطع، عم دائما عم تلاقوا حلول بديلة. هذا المهم، يعني أنت عم تواكب جميع المشافي العالمية بامكانيات جدا بسيطه. الحقيقه في كثير حلول كانت ناجمه عن الازمه، يعني مثلا هلا كمان قمنا بحفر بئر ضمن المشفى لتعويض نقص المياه، بتعرفوا المياه عامل اساسي ومهم باي، وبتعرفوا العمل الارهابي اللي قام بحجز المياه عن مدينه دمشق خلال السنه الماضيه. فبادرت اداره المشفى فورا بالتعاون طبعا مع وزاره التعليم العالي لحفر بئر ضمن المشفى، وبالتالي سد احتياجات المشفى من المياه، وهذا البئر يؤمن مياه للمشفى مع وجود فلترة كاملة، مع وجود محطة للمعالجة، مع وجود محطة للتنقية، ومع وجود أيضا خلايا كهروضوئية، يعني استخدام الطاقة الشمسية أيضا لتسخين المياه، للطاقة الكهروشمسية اللي هي حقيقة يعني تفي عن استخدام الكهرباء أيضا. فبالتالي إدارة المشفى ايضا موضوع الطاقه وتوليد الكهرباء، دعمنا موضوع المحطات توليد الطاقه عن طريق الفيول، ودعمنا ايضا خزانات مشفى من المازوت، وبالتالي يعني صار في عندنا استقلاليه بمواضيع تامين الطاقه، وهي مواضيع كثير جوهريه. هلا بالمواضيع الاخرى الحقيقه يعني الحكومه لم تبخل على المشفى، في كثير امور تم تامينها هلا حاليا بالمشفى. يعني خلال السنة الماضية قمنا ب يعني افتتاح وحدة لليوروديناميك للجراحة البولية، جهاز تنظير متطور، توريد العديد من أجهزة تنظير الهضمية العلوي والسفلي، أجهزة تنظير القصبات، أجهزة في مجال الجراحة العامة، يعني في كل المجالات. حاليا وقعنا عقد لتوريد مرنان الى المشفى، وهي بشكل خطوه تشخيصيه وعلاجيه. نحن عم نشاهد بعض المشاهد من المشفى وجميع يمكن الاقسام الجديده اللي احدثتوها مؤخرا، يعني كان في فكره موضوع الطابق الثالث خصوصي ايضا تم افتتاحه وفرشه باحدث يعني المفروشات وارقاها على مستوى العالم، وايضا افتتاح كان باثناء التكريم افتتاح لمكتب الدور لتنظيم عمل مكتب القبول، واحتراما للمراجعين مراجعي المشفى حتى لا يقفوا في طوابير طويلة، وبالتالي يكون خدمة المريض عن طريق مكتب القبول بطريقة سلسة وطريقة محترمة. نعم. تكفل إنسانيته وحضوره. نعم، يعني دكتور جابر كمان لازم نشير أنه مشفى الأسد الجامعي هو من المشافي التعليمية يلي دائما بتواكب أيضا حركة العلم في سوريا، وهي بتستقبل عدد كبير من طلاب الطب بأقسام مختلفة. اليوم رغم ظروف الحرب كيف قدرتوا تحافظوا على هالمعادلة اللي هي تخريج وأعطاء المعلومة أيضا والاستاجات التدريبية للطلاب، وبنفس الوقت تقديم العناية لعدد كبير من المراجعين يوميا؟ الحقيقة رؤية مشفى الأسد الجامعي، رؤية القائد المؤسس القائد خالد حافظ الأسد لمشفى الأسد الجامعي، كانت هي ليس فقط هو عن الموضوع الخدمي المهني، أيضا الموضوع البحثي العلمي. ولذلك مشفى الأسد الجامعي يقوم برعاية وتدريس أطباء الطب من السنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وطلاب الدراسات العليا، ويقوم بالإشراف على رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه والإشراف على البحوث العلمية. الحقيقة حتى إحنا أعقد العمليات
جراحية تجرى في القطر، تجرى في مشفى الأسد الجامعي. يعني بتعرفوا عمليات النوعية مثل زرع الكلية، مثل زرع إعادة زرع المفاصل، مثل الجراحات التنظيرية الكبيرة في مجال الجراحة العظمية، بتعرفوا جراحة تبديل، يعني جراحة تصنيع الأربطة بمجال الكتف، أيضا جراحة تنظير الكتف، جراحة تنظير عنق القدم، جراحة في مجال الجراحة العامة، جراحات البدانية بأشكالها، معالجات الأورام بأشكالها، كلها على العمليات الكبيرة النوعية يقدمها مشفى الأسد الجامعي، وبنوعية واحترافية كبيرة جدا، مشهود لكوادر مشفى الأسد الجامعي الحقيقة في كافة مجالات، مجالات صدرية، في مجالات الأوعية، في مجالات الجراحة العامة، في مجالات الجراحة البولية، بكل هالمجالات. نحن حاليا أيضا نعمل على أيضا تطوير العمل البحثي ضمن المشفى، وعلى توسيع الحقيقة مجال العمليات النوعية، ونعمل على استحصال موافقة من وزارة الصحة بدعم كبير من السيد وزير التعليم العالي، للحقيقة لأنه لدينا الكوادر لعملية زرع الكبد، وتعرفوا الحاجة الحقيقية في سوريا حاليا لموضوع عمليات زرع الكبد، ونأمل نحن بدأنا خطوات الحقيقة واعدة في مجال تأسيس مركز لزراعة الأعضاء في مشفى الأسد الجامعي، ونعمل خطوة خطوة بالتشارك والتعاون مع الوزارة لحقيقة إصدار الترخيصات اللازمة لهذه المراكز. اثنين، موضوع زراعة الكبد خطونا خطوات كبيرة فيه، واليوم في مراسلات مع وزارة الصحة لاستكمال الترخيص لهذا الموضوع، مع العلم أن الكوادر الكاملة لهذا النوع من الجراحات موجود في مشفى الأسد الجامعي. فبالتالي نحن إن شاء الله نقول أن سوريا بكوادرها، بأطبائها، بإداريها، بجهازها الخدمي والتمريري في مشفى الأسد الجامعي، فعلا قدمت يعني نموذجا جميلا للتحدي، نموذجا للانتصار، وإن شاء الله هذا يكون رديف لجيشنا وقواتنا المسلحة التي بإذن الله سوف تثمر بطولاتهم نصرا عزيزا مؤزرا. أكيد دكتور، نوجه التحية لجميع الكوادر الطبية اللي كان إلها مجهود كتير كبير في ظل الأزمة اللي عم نعيشها، كانت هي جندي إلى جانب الجندي العربي السوري عم تقاتل من خلال في العام القادم بال 2018 أكيد في برنامج كامل لمشفى الأسد الجامعي اللي ما توقف أبدا عن نشاطات والفعاليات من ندوات ودورات، مثل ما قلنا تطوير للبحث العلمي الموجود. بالمجمل بدنا نودع 2017 ونستقبل 2018، شو الجديد اللي راح يكون بال 2018؟ الحقيقه هناك خطط واعده في مشفى الأسد الجامعي على صعيد، اول شيء بتعرفي الازمه يعني فرضت نوع من الحاجات في بعض المجالات، مثلا مجال العنايه المشدده. مجال العنايه المشدده في نقص حقيقي نتيجه في قطاع الصحي في سوريا لموضوع العنايه المشدده. نحن في مشفى الأسد الجامعي نتوجه حاليا حقيقة لتوسيع العناية المشددة برفدة بست أسرة مع منافس، مع أجهزة مونيتور، مع بكاملة خلال العام القادم. طبعا خلال العام القادم أيضا المشروع العملاق هو مشروع توسع مشفى الأسد الجامعي بجهود متكاملة من الحكومة. الحقيقة تم إيجاد التمويل اللازم للمباشرة في هذا المشروع الرائد العملاق الذي سوف يقدم خدمات صحية على مستوى الوطن، ويكون ويسد يعني الحاجات الكبيرة في القطاع الصحي، باعتباره مشروع متميز ورائد ويقدم خدمات صحية متميزة ونوعية. وأيضا هناك يعني الكثير من الأجهزة النوعية، مثل ما حكينا موضوع المرنان، موضوع الماموغرافي، موضوع الماموغرافي، وموضوع أيضا ما يسمى بالإيكو إندوسكوبي. كل هذه الأجهزة متكاملة وتقدم الخدمة الطبية للمرضى. أيضا الحقيقة هناك يعني تعاون مع الأطباء في المشفى لتعميق والبحث العلمي، يعني حتى في خلال السنة الماضية في 3 أبحاث من مشفى الأسد الجامعي نشرت على مستوى يعني كبار الجامعات في العالم، يعني هدول كانوا جزء من نتاج مشفى الأسد الجامعي. طبعا نحن نحث كافة الأطباء وكافة يعني الأساتذة على الاستمرار من ذلك والاستمرار في ذلك، لأنه هي رسالة تحدي، يعني رسالة التحدي باسم الشعب السوري. الشعب السوري
التواق للانتصار، التواق للسلام، التواق للأمل، التواق للحفاظ على مجده وحضارته، وإرسال رسالة لكل العالم بأن هذا الشعب هو شعب سلام وحامل لغصن الزيتون، وهو شعب قادر على الانتصار وقادر على مواكبة الحضارة وقادر على أيضا يعني تحدي كل الأزمات التي عصفت في خلال 7 سنوات نعم. الماضية. نعم يعني دكتور، نحن اليوم ونحن عم نرصد مع حضرتك بعض الإنجازات يلي عم بتقوموا فيها بمشفى الأسد الجامعي، كلياتنا فخر أكيد بصوت الطبيب السوري يلي قاوم الحرب واستطاع أنه يكون عون لكل إنسان يمكن احتاج لأي شيء بسوريا خلال فترة الحرب. كمان كان في لكم إنجازات علمية يعني الشهر الماضي والفترة اللي قبلها وحتى العام السابق كان في لكم عمليات نوعية طبقت لأول مرة بسوريا وكانت داخل مشفى الأسد الجامعي. على ما أذكر كان في عملية تنظير للقلب، تنظير قلبي ربط اللثيني عن طريق التنظير، هي من يمكن من الشهر الماضي أو اللي قبله. أهمية هاي العمليات والدفع بالاستمرار دائما بمواكبة كل جديد في إطار العلم. يعني الحقيقة في الكثير من الإنجازات التي قام بها أطباء مشفى الأسد الجامعي الذين نشكرهم، نشكر حسهم الوطني العالي، تمسكهم بهذا الأرض، ورغم المغريات المقدمة لهم تمسكوا بوطنيتهم وقاوموا الإغراءات وقاوموا الضغوط وبقوا متمسكين بهذه الأرض الطيبة. الأطباء الحقيقة في هناك الكثير من الإنجازات، منها موضوع ربط اللوسيني عن طريق التنظير، وهي كانت أول عملية في مجال الجراحة القلبية بعمليات التنظير القلبي. هناك الكثير من العمليات الأخرى. هناك حاليا نعمل على موضوع ما يسمى بالعقد الحارسة، استئصال الخلايا والعقد الليمفاوية المريضة في بعض الأورام باستخدام جهاز جدا متطور تم إهداؤه إلينا من قبل إحدى الجمعيات السويسرية، ونعمل على تطوير هذا الموضوع في مشفى الأسد الجامعي. هناك أيضا عمليات في مجال زرع الكلية، عمليات مستمرة. بتعرفوا مشفى الأسد الجامعي رائد في موضوع عمليات الزرع وخاصة زرع الكلية. هناك أيضا عمليات المفاصل وهناك عمليات جراحة صدرية. يمكن الحديث عن أهم المستجدات الطبية يطول. بدنا نتشكرك مدير مشفى الأسد الجامعي الدكتور جابر إبراهيم على وجودك معنا. شكرا لك دكتور. الشكر موصول لكم. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور.